عليكم. الحمد لله جايين دلوقتي احتفال تبع الفلبينيين، بس الاحتفالات اللي في الشارع اللي بقالنا سنتين ما بنحضرهمش. اخيرا نزلنا، نازلين نخرج العيال اهو زي ما انتم شايفين كده. الناس هناك بتغني، ناس بتبيع اكل، ناس بتبيع هدوم، كل حاجه موجوده. بيعملوا مسابقات للعيال في الشارع كله لغايه هناك، شايفين اهو الشارع كله لغايه هناك. بقى في لعب وفي حاجات للاطفال، هنا بيلعبوا سله اهو، واللعب لو كسب بيكسب حاجات كده رمزيه، كوبايه، ميداليه. يلا العب هنا، دي دي لعبه ثانيه. يلا ارجع ورا يا انس واعمل. يلا يلا في لعبة تانية هناك اهو. العيال دول وحشهم الاحتفالات دي، كنا بنروحها زمان على طول، فقلت انقل لكم كده حاجات بسيطة. شاطر يا انس، انا الشطورة، فقلت انقل لكم الاحتفالات دهيت عشان تشوفوا ايه اللي بيحصل. قبل كده ما كنتش بصور او حاجات بسيطة. شاطر يا انس. وهنا شوفوا نو فريندز اللي هو المحل بتاع السوبر ماركت بتاع الاكل، عاملين بقى ليهم مكان هنا برضك تلعبوا وتكسبوا برضك هدايا، تيشيرتات. استنوا، ممكن تكسب رز، تيشيرت، كاب، كيس بتاع اللي هو الفريسبي، وتلعب الالعاب دي. فحاجات احتفالات بتبقى حلوه مسليه، بالذات للعيال بتبقى حاجات مسليه صراحه. بس الصداع هيفاتك دماغي، الصداع هتفاتك دماغي. يلا كله فدا العيال. بقالهم اسبوعين ثلاثة قاعدين في البيت يا عيني عشان التعب، فالنهارده بقى جايين نخرجوا ونشوف هنخلص الشارع ده امتى، والدنيا حر الايام دهيت. يلا دعوات. ده تبع فريشكو، هحط لكم الرابط بتاع المحل ده، جميل جدا وفي حاجات عربي كتير واسعاره جميلة. وانا دلوقتي بيسبنها نشوف هيكسب ايه. فون هولدر. تعالى يا انس، فور يو هير مام، هيز مام. وعيني كده يا انس، ده بيتحط في التليفون من ورا عشان تمسك بيه. فارس، لا ده كوبون، بيبقى تخفيض على حاجات في المحل، شيبسي او حاجه. بيعلنوا عن نفسهم زي ما قلت لكم. حاجات تانية اهي، حتى ويستر يونيون عاملين لهم حاجة اهي. شوف يلا اعمل سبين هنا. يلا ده شركة برضك بتاعت سان جلاسز. وهي وهي بس حلوة. ده برضك بتاع شركة بتوصل فلوس للفلبين والحاجات دي بقى. الاكل بقى بيبيعوا بقى هنا الاكل ومشروبات. بص بالاناناس، استنى واحده، الاناناس وال اسمها ايه دي، كوكونات، يقطعها لك ويعمل لك العصير جواها وتشرب. هاو ماتش فور ذا باينابل؟ هاو ماتش فور ذا باينابل؟ 50 80 13 ب 14 دولار بس. هما بقى طبعا بيستغلوا في احتفال، فالناس عاوزه تشرب حاجات ساقعه وبتاع فبيعملوا. يلا فاكسين برضو. يلا يلا دول برضك بتوع اكل. نو نو نو، يا سلام. ده وات انسايد؟ فانيلا. فانيلا؟ انت عاوزين شوكولاته ولا عاوز شوكولاته؟ This is chocolate, pandan, purple yam, and strawberry. Can I have strawberry? Strawberry. ده هو كسب واحدة وبس الكسب واحدة. أنا كسب واحدة. يلا. Thank you very much. Thank you.
يلا كله بص، كل حد عنده منتجات بيعمل عليها الايه تكسب عشان يعلن عن نفسه. دي ما اعرفش، دي كب كيك كده بس مش عارفه بايه، بالليمون باين والكوكونات، ودي بالفراوله. جميله جميله. واللي هناك الالعاب اهو، مش عارفه دي باونس كاسل باين، دول بيعملوا ايه؟ تهيألي دي الحروف الفلبيني، ممكن تكتب اسمك بقى بالحاجات الاطفال والكتب. وهنا ممكن يرسموا على البتاع دهيت. دي برضك هو بيعرضوا هدوم، تهيألي شركة هدوم، بس قاعدة بتتصور عندها خلفيات، ممكن تتصور عندها. بص البيوت دي عاملة ازاي، بيوت جميلة ومطلة بقى على الاحتفال ده بتاع الايس كريم. الجو فيه دلوقتي حبة سحب مضللة شوية، بس درجة الحرارة 30، حاجة تحفة يعني. بس الحمد لله في ظل شوية، بس خلاص الواحد هيموت من الحر. عجباني البيوت دي، شوف الشنط الخوص دي، ده متمزج مع نفسه بيعمل موسيقى، ده بيبيع اللوح بتاعته جميلة. واو بص ده، منها حاجات وعامله منها صوره، عاوز تسوي معاها. في اخر الشارع وصلنا للالعاب زي اللي بتبقى موجوده في العيد والحاجات دي، بس حاجات قليله كده زي ما انتم شايفين اهمت. وبالتيكتس التيكت الواحد ب2 دولار، البيرسون الواحد بيستعبطوا بجد يعني، الشخص الواحد او عيل الواحد يركب اللعبه هي ب2 دولار، دي ب4 دولار، ودي مش عارفه بكام، المهم واحده بسعر يعني. فهنركب، هم الكبار خلاص تعبوا، انس بس اللي عاوز يركب. انت تعبت، انت شكلك تعبت انت كمان. نركب انس شويه ونروح بقى نرجع تاني. هو بيقولوا خلاص عملنا فن ولعبنا كتير، عاوز تيك ابس ماشي. فهنروح نركب انس شويه، ويعتبر كده الاحتفال خلص، ممكن نروح نتفرج بقى. بص في اخر المرة في اخر الشارع ده بقى بتوع اللي بيغنوا دولت، ممكن نروح نتفرج عليهم شوية ونروح. خلاص الواحد جاب اخره خلاص. انس يلا نكمل كده ونشوف. باي.